تعالوا نروح واحدة من محافظات الصعيد، نفهم ونسأل ونعرف ايه اللي تم، ايه المشروعات اللي اتنفذت اللي دلوقتي اي حد من اهالينا في الصعيد خصوصا في المنيا يقدر يشوفها بعينيه. اي حد زائر للمنيا هيلاقي هذه المشروعات موجودة وقائمة وبتخدم الاهالي، واللي في المنيا هينسحب على كل المحافظات سواء كان ده من بني سويف والفيوم في اقصى الشمال، واحنا نازلين بقى لغايه اسوان واخر نقطه في الحدود المصريه. برحب بسياده اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا. سياده المحافظ مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ عمرو، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. اسبوع الصعيد زي ما الرئيس النهارده اطلق عليه ما هواش بدايه، ولكنه هو محطة بتتلو محطات سبقتها من الاهتمام بالصعيد خلال السبع سنين اللي فاتوا. فأرجو حضرتك تقول لنا يعني ولو بشكل مبسط يعني كشف حساب لأهم ما تم في محافظة المنيا عشان خدمة أهلينا هناك. أولا تفضل فخامة السيد الرئيس اليوم بافتتاح مشروعات قومية في محافظة المنيا في قطاعي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، كما شاهدنا كلنا النهارده صباح اليوم. دي استثمارات ضخمة جدا، المشروعات دي بتخدم أهالي محافظة المنيا، بتوفر العناء عنهم واللي بيتكبدوه في السفر لمحافظة القاهرة، مستشفيات على أعلى مستوى وأعلى جودة. عندنا ثلاث مستشفيات، منهم واحدة اتفتحت عبر الفيديو كونفرنس هي مستشفى صملوطي النموذجي، ومستشفى ملو التخصصي، ومستشفى درمواس التخصصي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي التابعه لجامعه المنيا. مظبوط. هذه المستشفيات دي نقله نوعيه في محافظه المنيا، طبعا بتعلي من مستوى القطاع الصحي في المحافظه. حضرتك مستشفى صملوطي النموذجي فيها حوالي 125 سرير، فيها رعايه مركزه، فيها حضانات اطفال، فيها غسيل كلوي، فيها اسنان، فيها علاج طبيعي، فيها غرف عمليات كبرى، وهكذا بالنسبه لمستشفى ملو التخصصي اللي فيها كمان عمليات القلب مفتوح. وحضرتك اتعامل يعني اهالينا كانوا بيروحوا القاهره، لا دلوقتي في قسطره، اول قسطره في مستشفى حكومي. الغسيل الكلوي اهالينا بيخشوا المستشفى حاجة على أعلى مستوى، كانوا بيروحوا للعيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة، دلوقتي المستشفيات دي بالمجان ويقعدوا فيها الشفتات بتاعتهم. بكل الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس على هذا الإنجازات العظيمة اللي موجودة في محافظة المنيا. سيد المحافظ، كان واحد من المشاكل الموجودة في المنيا زيها زي محافظات الصعيد ومدنه وقراه هي مشكلة الصرف الصحي، مشكلة مياه الشرب. الصرف الصحي أرجوك قول لنا وصل لفين دلوقتي مد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب سواء للنجوع بقى والكفور والقرى لغاية المدن في المراكز الرئيسية في المنيا. أنا عايز أكد لحضرتك فخامة السيد الرئيس افتتح النهارده محطة مياه الشرب في أبو قرقاص. المحطة دي سيادتك متكلفة 885 مليون جنيه. دي كانت دي بتخدم حوالي 500 الف نسمه، بتنتج 102 الف متر مكعب يوم، هتزيد ل 204 الف متر مكعب يوم، بتغطي 500 الف نسمه يا فندم. ايوه يا فندم. معلش لو حضرتك ذكرتني بس تعداد المنيا قد ايه؟ محافظه المنيا 6 مليون، يعني بتمثل رقم يعني اكتر من عشر مثلا سكان محافظه المنيا كلهم يعني. رقم حضرتك يا حضرتك الحمد لله، يعني كمان مبادره فخامه السيد الرئيس مبادره حياه كريمه هتغطي كافه القرى والنجوع. احنا عندنا بننشئ في محطه المنيا 10 محطات لمياه الشرب، وعندنا 17 محطه معالجه، وعندنا 178 محطه رفع صرف صحي. ده في المرحله الاولى، ولسه في المرحله الثانيه في توجيهات سيادته الثلاث سنين الصرف الصحي هيبقى 100% في محافظه المنيا. تمام. طيب في قطاعات يا فندم ثانيه، يعني قطاعات زي التشغيل، دايما احنا عارفين ان محافظات الصعيد عشنا فترات كتير جدا محافظات الصعيد طاردة، اما طاردة للمحافظات في وجه بحري القاهره الكبرى وجه بحري، او طاردة لبعيد بقى لخارج مصر خالص
جزء منها كان هجرة غير شرعية، جزء منها عمالة بتروح لا تتمتع بأي حقوق في الدول العربية. دلوقتي إلى أي مدى المشروعات اللي بتتم في المنيا خصوصا فرقت مع أهالينا، فرقت مع الشباب، وقد إيه يا فندم مناطق صناعية واستثمارات في قطاع الصناعة ضخت في المنيا مؤخرا؟ للأحرف حضرتك كافة المشروعات اللي بتتم على أرض المحافظة بيشتغلوها أهالينا أولاد المحافظة كافة القرى، دي وفرت فرص عمل ضخمة جدا لأهالي المحافظة كلهم دلوقتي بيشتغلوا في المشروعات، وخاصة في مشروعات حياة كريمة عندنا. وعندنا تعتقد في مناطق صناعية شغالة وفيها مصانع، فالحمد لله المنيا يعني ولادة بيشتغلوا فيها كلهم دلوقتي الحمد لله. المشروعات القومية اللي بتتنفذ مثلا في نطاق محافظة المنيا دي في حد ذاتها بتمثل أهمية إيه في التشغيل بالنسبة للشباب في المحافظة؟ بالتأكيد بقول لحضرتك إن أغلبية المشروعات القومية اللي بتتم واللي جاري عملها دلوقتي، يعني قطار الصعيد، قطار التنمية في الصعيد مستمر من 2014 لحد النهاردة، وخاصة في الأربع سنين الأخيرة كل أبناء المحافظة بيشتغلوا في المشروعات اللي بتتم على أرض المحافظة. أنا بشكر سيادتك فندم، شكرا جزيلا سيادة اللواء عصام، سيادة اللواء عصام القاضي محافظ المنيا، شكرا جزيلا لحضرتك.